رأيك في أداء الكروش المباراة والنتيجة؟ مباراة متوسطة المستوى المنتخب مصر. تشكيل يعني زي مش مظبوط. لكن هو مدرب لسه برضه لسه ما خدش على الفرقة برضه وفي نفس الوقت ولسه بيجرب ولسه برضه يعني الوقت معاه برضه. أنا شايف إن كروش لسه بيجرب اللعيبة ويعني اللعيبة ما بتلعبش في لعبة كتير ما بتلعبش في مكانها اللي هي متعود عليها في الأندية وكده. أنا شايف اللي هو بيجرب وكده وإن شاء الله يوصل للتشكيل أفضل يعني. لا ده النهاردة يعني متوسط مش جيد قوي بس احنا كنا كل اللي ما يحتاجينه بس تشوف هجوم منتخب مصر زي من 10 سنين كنا بنتمنى ان احنا نشوفه يعني على افضل من المستوى ده. لا ده كويس الحمد لله وان شاء الله يعني اللي جاي هيبقى احسن من كده بكتير واللعيبه رجاله وبس هو في شويه لعيبه كده يعني مستبعدها المفروض تيجي وان الفكره ان اللعيبه دي يعني لما ترجع ان شاء الله يبقى في اداء احسن من كده بكتير. لا ده كان مشرف واداء كويس الحمد لله ونتيجه كويسه بس هو لسه بيجرب بس بقيه اللعيبه يعني زي ما حضرتك شفت النهارده محمد شريف حطوا جناح واحمد ياسر ريان فمش هترفع مكانهم فهو لسه بيجرب وبيشوف الناس بردك هو لسه برده ما خدش على المنتخب وعلى اللعيبه. والله الاداء زي العسل والله جميل بصراحه الملعب كله مفتوح وبصراحه اللي عجبني بصراحه التخيير بدا يعني الخطه والتشكيل وكده وكل حاجه حلوه بصراحه. معلكش مشكله المنتخب اللي هي المشكله الكبيره ان هو تحت الضغط ما بيعرفش يلعب المنتخب بتاعنا تحت الضغط ما بيعرفش يلعب لما نزل مصطفى فتحي وكان في برضه لعيبه مهاريين معاه هم اللي عاملين تظبيط في الاداء يعني مظبطين الاداء. مصطفى غير الشكل كله سيبك يعني صراحه الحمد لله كلنا معترفين من نجومته ورائع وعلى فكره لما بيلعب صلاح الكل بيدي له الكوره فبيغلطوا لكن مصطفى فتحي شفت انت النهارده عمل ايه ظبط يعني حسينا ان في لاعب مصري بيلعب تحت الضغط. انا قبل الماتش انا من وجهه نظري يعني مش والله شايف ان كلهم يعني شايف محمد لما مصطفى فتحي لما نزل نشط شويه بس لكن نجم الماتش لو هتكلم عن نجم الماتش طارق حامد ما ينفعش يبقاش موجود عشان يبقى نجم الماتش. من الماتش مصطفى فتحي عشان هو نزل من الشوط الثاني بصراحه ربنا عمل هجوم وخطوره وكل حاجه مع المنتخب في الشوط الثاني بالذات. ونجم الماتش يا مصطفى فتحي من وجهه نظري انا لعيب كبير مصطفى فتحي ويستاهل يعني يبقى ياخد اكتر من كده وهو نزل غير الماتش لان لعيب امكانياته عاليه ولعيب لعيب جامد يعني. نجم الماتش النهارده كان الصراحه مصطفى فتحي ومحمد مجدي قفشه لان مصطفى فتحي النهارده نزل بردك قلب الماتش وكده ومصطفى قفشه بردك ظبط الدنيا وكان بيلعب كويس بس مصطفى فتحي شكل خطوره جامده على المنتخب الجابوني وكده.